وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أحيانا تدخل السوق تسأل نفسك سؤال، أنا وين داش؟ هل هذا عرض أزياء ولا سوق؟ بعض الفتيات عندنا للأسف تبي تروح السوق يعني فول ميك اب، يعني شيء مو طبيعي، يمكن بالعرس ما تسويها. ليش؟ والله تستانس ان الشباب يلحقونها. بعض البنات تلبس لبس يعني تسأل مرات انت احيانا هذه وراها ابو، وراها ام، وراها اسرة. طيب خلي الاسرة اذا ما تربي، طيب هذه ما تخاف من رب العالمين شدي طالعة؟ ملابس فاضحة فاضحة اللي شفتوه ترى بالتقليل ولا شيء. يا جماعة بعض البنات فيهم عادة شيء اسمه في دمهم، شيء اسمه تمشي بالسوق ما بدون حاجة بدون سبب، طالعة من الكلية على طول رايح البيت، يمكن قطة أغراضها بدلت على طول السوق تقعد لآخر الليل. ليش؟ والله ما في شغل. لو بعضهم تجلس بالقهوة ساعات طويلة فقط علشان تلفت الأنظار. تكلم عن البنات. طيب الشباب يقصرون؟ لا، بعض الشباب للأسف. أنا أسأل بعض الشباب سؤال، اللي قاعد في الأسواق يدور له بنية ويلحقها حتى مع أبوها، لا والله أمها، تقول لي واحدة تقول والله مع أمي محترمة ولابسة ومتحجبة لاحقني لحق أقول حق أمي شوفي، يقول والله أنا بتعرف. عيب، استح على وجهك. أترضاه لأختك؟ ترضى أختك لما تمشي بالسوق يتحرشون فيها؟ ترضاه لأمك؟ أترضاه لخالتك؟ السلام عليكم الشيخ. يا مرحبا يا بدر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا والله أبسلك سؤال وإن شاء الله أني بتوب. سم يا بدر. والله يا شيخ كنت أكلم بنات وكذا إيه، وبطلت عن الحاجات هذه وما أدري وشلون أتوب، أغير رقم جوالي أو طيب ألغي. بدر أنا بستفيد من مكالمتك في أني أقدم موعظة للبنات، وش رايك عشان يأتيك أجر؟ أنت يا بدر الحين الشباب اللي يكلمون البنات ويبدأ يقول لها أبتزوجك وأنت أحب واحدة عندي، هل هو صادق؟ لا والله كاذب. كاذب. كم واحدة العادة الشاب بيكلم؟ يكلم له واحدة بس ولا مجموعة؟ لا والله مجموعة. يعني يصلا كم، خمس ست؟ خمس، أكثر من بعد خمس. طيب ممكن يصل عشر أحيانا. صح. طيب هل كلهن يقول لهن أنت أحب واحدة عندي، أنا ما سمعت صوت أجمل منك كذا؟ صح. وكل واحدة يعطيها منها الرخيص ولا لا؟ صح. طيب ودي يا بدر قبل لا أجاوبك تقدم نصيحة، يعني بما أنك أنت مجرب وشاب بالله يقدم نصيحة لهالبنات اللي يتصلون عليهم شباب ويلعبون عليهم وربما عبث بعرضها وأزال بكارتها، بالله سمعهم نصيحة كذا خمس ست ثواني. والله يا شيخ حاول أنه بس يبتعدون عن البنات الحاجات هذه مكالمات الجوال. طيب طيب بدر هلا، هل مثل الجوال الماسنجر والشات اللي في الانترنت وغيره كلها نفس الشيء ولا لا؟ صح. وكلها يعني شباك يتصيد بها الشباب البنات. صح. طيب من الخسران اكثر في الشغله، الشاب ولا البنت؟ والله الشاب. الشاب ولا البنت؟ الشاب وش خسران، هو انبسط وكلم، لكن البنت لما يسجل عليها لما يفضحها ربما فض بكارتها ولا لا؟ صح، هي خسرانة بلا شك. على العموم أنا يعني أشكرك بدر وجزاك الله خير على اتصالك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنك. قل آمين. وأن يرزقنا ويرزقك التوبة النصوح ويغفر لنا ولك، وأن يرزقك الزوجة الصالحة التي تعفك وتعفها إن شاء الله. صلى الله أن يوفقنا وياك يا بدر، جزاك الله خير يا ولدي. الله يجزاك خير. حقيقة أنا يعني فرحت يا جماعة باتصال الأخ بدر لأسباب، منها أني فرحت بالتعرف عليه. الأمر الثاني يا جماعة، يأتيني رسائل كثيرة سواء عبر جوالي الخاص أو جوال البرنامج أو الإيميلات أو نحوه، فتيات يلعب عليهم مجموعة من الشباب. يعني مع كثر الآن البنات في البيوت ورغبة كثير منهن في الزواج وأحيانا عدم تقدم خطاب أو تأخر الخطاب عنهن، تبدأ البنت أحيانا يكون عندها نوع من البحث عن الشباب وتستجيب لكل إنسان، ثم بعد ذلك يبدأ يعبث بها ويهددها. يعني ينبغي البنت أن تكون عاقلة، والله عز وجل يقول محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان،
الخدن هو العشيق والعشيقة، فلا يجوز أبدا أن تقام هذه العلاقة بين البنت وبين الشاب، ينبغي عليها التوبة والاستغفار من ذلك. والشاب أيضا أقول له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للشاب الذي قال يا رسول الله أذلي بالزنا، قال له صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك، ترضاه لأختك، ترضاه لعمتك، ترضاه لخالتك. أنا أقول لكل واحد من الشباب الذين يعبثون بأعراض البنات يهددها بصورها أو يسجل عليها مكالماتها أو ربما يطلعها معه في السيارة ويعبث بها، أترضاه لأختك، ترضاه لأمك، ترضاه لعمتك. لا يجوز مثل هذا، وينبغي الإنسان أن يحب لأخته المسلمة كما يحب لنفسه.